صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل عليكم كلكم. النهاردة الحلقة رقم 168 من الموسم 14. النهاردة الحلقة مميزة جدا ومن الدرجة الأولى. حابة أقول لكم أن نعم أستطيع مش مجرد كلمة بتتقال، نعم أستطيع أقوال تليها أفعال. بنرعى المواهب، نعم أستطيع بترعى المواهب، وكمان لو عندك موهبة شعر إنشاد، لو عندك شركة عيادة عاوز تتكلم عنها وتوصل بيها لأكبر عدد من المشاهدين، برنامج نعم أستطيع هيحقق لك كل حاجة. النهاردة حلقة مميزة من الدرجة الأولى، ودايما في حلقاتنا بنظهر الشخصيات الطموحة. معايا النهاردة شخصية طموحة جدا، قدرت تعافر وتحقق وتوصل للحاجة اللي هي عايزاها فعلا. طبعا مش عارفة أبدأ بالمخرج ولا المؤلف، لان ما شاء الله اشتغل حاجات كتيره جدا. معايا النهارده شاب حقيقي معجون بالفن، عمل كل حاجه ليها علاقه بالفن، من تمثيل، تاليف، اخراج. شاب قطع شوط كبير جدا في الفن عشان يخلي اسمه موجود على الساحه. معايا النهارده استاذ محمد عواد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ندى، صباح الخير. صباح النور. اهلا بيك. والضيفه المطربه الشابه السعيده الفنانه استاذه لميس. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. استاذ محمد، يعني احنا لما جيت اشوف معلومات عن حضرتك لقيتها ما شاء الله كتيره جدا من كل المجالات الفنيه، بس عاوزه حضرتك تعرف اكتر نفسك. تعرف انت بدات المسرح ازاي؟ بدات تاليف ولا مسرح؟ تمام. هو فعلا انت زي ما انت قلتي في الاول، انا حاولت اخد الطريف اكتر من مجال، سواء التمثيل او الاخراج او التاليف. الحقيقه الثلاثه ماشيين بالتوازي مع بعض، سواء التمثيل او التاليف او الاخراج، والثلاثه بيكملوا بعض شويه. موضوع التمثيل متوقف الفتره اللي فاتت دي، لاني مركز اكتر في الاخراج. جزئيه التاليف انا بشوفها عامل مساعد كبير ليا في الاخراج، لان انا بحس ان العمل اللي انا بخرجه بيكون من تأليفي بيكون اكتر اقناع بالنسبه لي، بيكون توجهاتي في العمل ده الاخراجيه بتكون مناسبه ليا، لان انا اللي كاتب العمل. فبالتالي التأليف بحس لما بشتغل حاجه من تأليفي افضل بكتير قوي من ان انا اشتغل ورق من تأليف حد تاني. ومع ذلك ليا اعمال كتير من تأليف اساتذه كبار موجودين في السوق. عشرات العروض برضو، والعروض المسرحيه وكانت اهمها اسمعونا، وعشرة بلدي، وحاره الوسواس، وفتاه المتجر. طب كلمنا عنهم كده، يعني كلمنا عن مسرحيه اسمعونا. بصي، هو مسرحيه اسمعونا لها 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 تفاصيل كتير، ولها تفصيله كمان مع لميس. من اهم العروض اللي بداتها واهم العروض اللي عملتها، لان المسرحيه دي اشتغل فيها تقريبا 108 فنان، 108 ممثل، ده رقم كبير جدا. على مدار كذا سنه تعرضت المسرحيه لعدد ليالي كبير جدا، وتغير النص اكتر من 4 مرات، فاشتغل كل كاست بيعرض ليله عرض، وصلنا لعدد 108 ممثل اتدربوا واشتغلوا وطلعوا قابلوا الجمهور جوه اسمعونا. فبالتالي دي بنت البكريه يعني اسمعونا. فانا بميل قوي للعرض ده، العرض ده بيحكي عن الشارع، بيحكي عن الناس، بيحكي عن مواقف مجتمعيه كتير، بيحكي عن الشباب، بيحكي عن طموح الشباب. فالعرض ده خد مني شوط كبير وخد سنوات كتير قوي عشان نقدر نطلعه بالصوره المطلوبه. حصل اخطاء وحصل نتائج، والحمد لله حققنا نجاح كبير. اسمعونا انا بشوفها نقطه الانطلاقه لمجموعه كبيره قوي من الشباب اللي بقت موجوده على الساحه دلوقتي في المسرح. عدد كبير جدا من الشباب اللي اشتغل في اسمعونا النهارده موجودين في السوق، وموجودين في الميديا، وموجودين في المسرح، ومنهم لميس. لميس كانت موجوده في الجمهور في عرض من العروض، قبل ما تبدا الطريق بتاعها كانت موجوده في الجمهور لعرض اسمعونا، كانت بتتفرج على العرض، كانت مياله للموضوع وطلبت مننا انها تبقى معانا، والحمد لله حققت نجاح كبير، بس ما اشتغلتش في اسمعونا. كلمينا عن بدايتك في الفن وقتها، بداتي مسرح ازاي؟ زي ما استاذ محمد عواد برضو قال لك دلوقتي، ان انا كانت بدايتي كان قاعده في الجمهور، تمام، في وسط الناس، وشفت العرض فعجبني جدا فحبيت، لان انا كان عندي قبل كده من زمان نفسي ان انا امثل، فحسيت ان المسرح طريقه كويس جدا، وحاجه بصراحه بجد بتعلمك اساس انك تبقي جريئه ازاي قدام ناس وقدام جمهور. فبالتالي اشتغلت معاه. اول حاجه اشتغلتها معاه كانت 10 بلدي، كانت طبعا اخراجه وتاليف استاذ ابراهيم الحسيني. فبجد 10 بلدي انا كنت اخدت فيه، يعني عايز اقول لك انا اخدت جائزه شخصيه فيه، بمعنى اني اول مره عرضنا فيه خالص كان شخصيه سلمى، دي كانت يعتبر هي الاساس عليها المسرحيه مع البطل، تمام. والعرض الثاني لما ابتدينا نعرضه برضو اخدت شخصيه ثانيه خالص ان شاء الله. طب كلمنا كمان عن مسرحيه عملتها، هدفها ايه؟
بصي هو يعني بالترتيب كده عدد العروض كتير، فالفضل نتكلم عليه مش هيكفي حلقه، فانا هاخد لك يعني افضل العروض اللي اشتغلنا عليها وافضل النتائج اللي طلعت منها. طبعا 10 بلدي من اهم العروض اللي انا اشتغلتها، عرض للاستاذ ابراهيم الحسيني من اهم المؤلفين اللي موجودين على الساحه، المؤلفين المصريين، راجل حصد جوائز كتير جدا، عرض صعب جدا، عرض بيتكلم عن كميه مشاكل وعقد موجوده في المجتمع العربي كله مش في مصر بس. خد مننا شوط كتير، تقريبا 4 شهور تجهيز عشان العرض ده يطلع. بعدها حاره الوسواس، مسرحيه كانت بتتكلم على الوسواس القهري، بتتكلم يعني مسرحيه الطابع بتاعها شويه رعب، طابع ادبي زياده عن اللزوم. اخيرا بقى بقينا بنشتغل في المرحله اللي فاتت دي، ما قبل الحظر وما قبل الكورونا، كنا بنشتغل على مسرحيه اسمها السيرك. مسرحيه من اهم المسرحيات الصعبه اللي احنا اشتغلنا عليها، تقريبا برضو قعدنا 3 شهور بنجهز ليها، وطبعا كانت هتعرض يوم 9/3 بس للاسف سبب ظروف الحظر العرض كل واحد في بيته كده بالظبط. وعملت اعمال سينمائيه، اول فيلم ليك كانت بنت حواء، فيلم بنت حواء بالظبط. طب ايه تاثير المسرح على شخصيتك وتطوير موهبتك؟ بصي هو انا بالنسبه لي او بالنسبه لقناعتي الشخصيه ان الفنان لازم يتاسس في المسرح علشان الانسان يقدر يقابل الجمهور قدام الكاميرا. انا بشوف لازم يبدا السلم واحده واحده. المسرح هو المكان والطريق الوحيد اللي تبدا تتاسس فيه وتتعلم فيه، هو المكان الوحيد اللي بيديك شخصيه وبيديك طابع الفن عشان يشبعك من انت ازاي تبقى فنان، ازاي تقدر تقف قدام الكاميرا، ازاي تقدر تواجه الناس، ازاي تبني شخصيه ليك، ازاي تقدر تحط ابعاد للشخصيه اللي تشتغل عليها. مثال لده ان كل الاساتذه اللي حققوا نجوميه على الساحه بداوا من المسرح، كل النجوم اللي لهم باع في مجال الفن بداوا من المسرح. ولو قعدنا نعد يعني بدايه من الاستاذ نجيب الريحاني لحد الاستاذ احمد زكي اللي طرق باع كبير، مرورا بالاستاذ خالد صالح الله يرحمه، الناس دي كلها كان لها المسرح هو اللي كان له تاثير. فالمسرح انا بالنسبه لنا له طابع خاص، هو اللي بيصنع الشخصيه وبيصنع الممثل، وده بالمناسبه بيبقى موجود بفوارق كتير جدا السنه دي في الاعمال الرمضانيه. بعض الممثلين اللي طلعوا من المسرح هم اللي لهم اكتر تاثير على الشاشه. احنا شفنا اتفرجنا فيلم الممر، محمد فراج. محمد فراج كان من اهم الممثلين اللي عمل دور الصعيدي العسكري الصعيدي خارج من مركز الابداع من المسرح. محمد الدقاق في مسلسل النهايه حبشي خارج من المسرح. محمود متولي خارج من المسرح. مجموعات كتير من الشباب، محمد علي رزق في مسلسل النهايه خارج من المسرح. الصور على الهواء، تعالى نشوفها برضو الصور. دي مسرحيه السيرك، احنا لسه كنا المفروض نعرضها. مسرحيه دي اسمعونا 3 الليله الثالثه. دي مسرحيه كنت انا بمثل فيها، كان اسمها كريزي 8 في مهرجان افاق. كريزي 8 في مهرجان افاق، كنت طالع مجنون المسرحيه دي. 10 بلدي. كريزي 8 مسرح لو سبير، دي كانت اخراج عمرو الشاعر وتاليف الاستاذ اشرف عز الدين. حاره الوسواس تاليف ابراهيم فؤاد، الدكتور ايمن الشيوي استاذنا. المسرحيه دي كانت على مسرح لو سبير، اسمعونا، ده بوستر اسمعونا 4، حبيبي وصاحبي محمود متولي. اخر عرض لينا كان عرض خلطبيطه بالمسرح، كان على مسرح رومانس 10 بلدي. دريم دي من امتع العروض اللي اشتغلنا عليها بصراحه، عرض لغه عربيه فصحى كوميدي. محمد الدقاق معانا فنانين. طيب ايه العوامل اللي بتعتمد عليها في اختيار اعمالك الفنيه واخراجها؟ بصي هو الاول انا عندي فريق عمل. الفريق ده ما بيتكون من ممثل وورق ومخرج. تمام. دول الثلاث ادوات اللي بيستخدمهم المخرج عشان يطلع بالعمل بتاعه. اختيار نوع الورق لازم يبقى الورق مناسب لعقلي انا، ومناسب لفكري كمخرج عشان اقدر الورق ده يلمس الجمهور ويكون مؤثر في الناس. فانا دايما لما باجي اختار عمل مسرحي بالذات قبل ما ندخل في موضوع السينما وندخل في موضوع الفيلم، لما باجي اختار عمل مسرحي دايما بشتغل بالاسقاط والمباشر الاثنين مع بعض. لما يبقى في عمل فيه اسقاط انا بشوف ان المسرح دايما هو اللي لازم ياثر في الناس، المسرح دايما هو اللي لازم ينقل الواقع ويغيره. فبالتالي لما باجي اشتغل عمل لازم العمل ده يكون له هدف، لازم العمل ده يكون له تاثير قدام الناس، ولازم تكون له رساله قويه، مش بس اختيار عمل عشوائي كوميدي علشان الناس تضحك. انا اتربيت في مدرسه ادبيه، اتربيت في مدرسه لازم تطلع العمل المسرحي له رساله وله رؤيه وله هدف. بدون يعني الهدف من المسرح مش الكوميديا بس، هو الكوميديا مجرد لون موجود في المسرح، في الوان كتير. وعشان كده دايما انا ما قدمتش تقريبا غير عمل كوميدي واحد في المسرح. يعني
انت يعني عندك هوايه التمثيل اصلا من صغرك ولا من؟ لا مش من صغري ولا حاجه، هو من لسه دلوقتي يعني. دايما الناس كلها بتقول انا بدات من صغري. بدات من صغرك. مش من صغري ولا حاجه. ما شاء الله. مش من صغري ولا حاجه. وانا تقريبا في فتره الثانويه بدات اعزف جيتار شويه، فشلت. حاولت. بيقولوا الفشل طريق النجاح. يعني كنت كمل فيها كنت هتلاقيك هتنجح على طول. كنت بعزف جيتار ففشلت في مسرح الكليه، عملت كذا عرض فشلت. ما شاء الله. فالحمد لله نقطه الفشل دي فعلا هو الفشل مش مقياس ان انا ما عملتش حاجه، بالعكس لا، هي كانت خطوه ايجابيه ان العرض ما حققش نجاح. كان في ثلاثه بيتفرجوا علينا تقريبا في مسرح الجامعه، ثلاث افراد يعني. بعد كده الحمد لله بعد كده الموضوع خد معايا شوط ان انا بكتب. انا بكتب كويس جدا الحمد لله، بتقييم الادباء وبتقييم الاساتذه اللي قروا ورقي، لا طلعوا عروض ونصوص مسرحيه ان انا بكتب كويس. فبدات اكتب واخرج شغلي، اسست فريقي. الفريق بتاعي دلوقتي بقاله سنين كتير جدا. بدات تتدرب على نفسك كتير. بالظبط بالظبط. انا اهتمامي الاول بالممثل اللي معايا، انجاح العمل اللي معايا لانجاح للممثل. لو الممثل نجح يبقى انا نجحت. طبعًا. الممثل فشل بيتعلق عليا انا كمخرج. نجاح الممثل بيتنسب ليه وبيتنسب للمخرج. لو الممثل فشل في الاخر بيتعلق، هو المخرج هو السبب. طيب ايه اسباب اهتمامك بالورش وتدريب الجيل الجديدة؟ بالظبط كنت لسه بكلمك على نفس الجزئيه دي. جوه مجال الفن عموما يعني اغلب الاحيان مفيش حد بيمد ايده لحد. وفي معظم الظروف لازم انت اللي تسعى وانت اللي تتحرك وانت اللي تلاقي حد بيقدم لك ايده وانت تلاقي حد بيعلمك. وبتبذل ده في طريقين، يا اما يعني لازم يبقى لك حد معرفه قوي جدا علشان يحطك على الطريق، يا اما تدفع فلوس مقابل ده. الحقيقه انا واجهت الطريقين وحاولت امشي في الطريقين، بس انا لقيت ان انا اقدر افيد الناس، وده بشهاده يعني عايز اقول لك فعلا مئات من المجموعه اللي اشتغلت معايا من الممثلين اعدادهم كبيره جدا، كلهم طلعوا وتعلموا لحد النهارده بيقول لك احنا اتعلمنا على ايد محمد عواد. ودي دي حقيقه موجوده في شغلي. اهتمامي بالجزئيه دي او اهتمامي بالممثل اللي معايا يعني ممكن اقعد مع الممثل اللي معايا في دوره ساعتين ثلاثه اربعه اشتغل معاه. فجزئيه اهتمامي دي ان انا عايز اطلع كادر يكون نجاح لي انا، او اطلع اسماء تكون نجاح لي انا، ده هدفي الرئيسي. ايه تمام. طب بالنسبه ليكي يا استاذه لميس، الشخصيات اللي بتلعبوها بعيد عن شخصيتكم الحقيقيه ولا اكيد المسرحيات؟ بصي هقول لك على حاجه، هي الميزه كلها في المسرح ان انت تبقي مش متوقعه ان انت تعملي الدور ده او تدخلي في الشخصيه دي. وتلاقي استاذ محمد عواد دايما يقول لي ايه، بصي ما تبقيش لميس، لازم تغيري نفسك، لازم تخشي جوه الشخصيه عيشيها وبعدين ابتدي طلعي اللي جواكي. هتلاقي نفسك الشخصيه اللي انت بتمثليها. وبالتالي انا بصراحه معايا يعني انا عايزه اقول لك انا كنت بخاف جدا وكنت مش جريئه خالص، واللي هو لمجرد ما باجي اقرا سكريبت كده كنت ببقى متوتره جدا. بس بصراحه كذا مره كان يقعد يقول لي لا يعني اخرجي منك، مش انت يعني بلاش. كنت في حركات يعني عايزه اقول لك، هو لو يفتكر احنا دايما واحنا شغالين في حركه دايما كنت بعملها برجلي، قال لي بعد اذنك الحركه دي تتغير. انا حرفيا بقيت دلوقتي ما بعرفش اعملها بجد. بس فعلا انت لما بتيجي تمثلي لا بتخرجي من شخصيتك، بتخشي في الشخصيه الثانيه، لا بتاخدي بتتعايشي فيها فعلا، بتبقي مركزه فيها لدرجه ان انت بتبقي متاثره بيها بعد كده. طب مين مثلك الاعلى مثلا في التمثيل في الصوره؟ ناس كتير جدا طبعا يعني. بصي انا السؤال ده يعني ما اتسالتوش قبل كده. يلا مثلي الاعلى فنانين كتير بصراحه يعني، في ناس كتير جدا كبار ومعروفين ومشهورين جدا. طبعا انت بتشوفيهم هم بيادوا فبتقولي ايه ده، هو انا ممكن فعلا ابقى في يوم من الايام زيهم. فناس كتير جدا يعني، مثلا منهم يسرى. بصراحه انا يسرى بحبها جدا، ومن الشخصيات اللي هي عارفه بجد بتحسسك ان هي فعلا دي هي اللي يعني الشخصيه اللي بتمثل الموضوع جدا جدا. طب تعالوا نشوف فيديو ليكو كده، هيعرضوا فيديو ليكو. تمام. Thank you.
طيب استاذ محمد، ايه الفكره في الفيديو في الورشه اللي انت حضرتك عاملها دي؟ بصي، هو تاهيل الممثل بيلزمه تدريبات كتير. عشان الممثل يبقى يعني يطلع على خشبه المسرح او يقف قدام الكاميرا بيلزمه تاهيلات كتير. اهمها التاهيلات الجسديه. التمرين اللي انت كنت فيه ده من اخر ورشه كنت قدمتها، ده تمرين اسمه تمرين القناع المحايد. جزء منه كبير بيعتمد على الذهن والتركيز، والجزء الثاني بيعتمد على حاجه اسمها التناسق العضلي العصبي. التناسق العضلي العصبي ازاي اقدر احرك ايدي واتحكم في البودي لانجويج بتاعتي، ازاي اتحكم في الرياكشن بتاعي، ازاي اخفي شخصيتي انا ورا قناع. القناع ده هو بيبقى الشخصيه بالاول وبالاخر اللي انا بلعبها. فاهماني؟ فالجزئيه او اهميه الشغل في الورشه على التركيز وعلى او تمارينات التركيز وتمارينات التناسق العضلي العصبي بتخلي الممثل متوقع اي خطا. بتخلي الممثل متوقع اي خطا بالذات على المسرح، الاخطاء بتبقى مباشره، فلازم الممثل يكون عنده سرعه بديهه ويكون عنده تركيز. أيوة. فدي من اهم التمرينات اللي بتساعد الممثل انه يبقى عنده قوه تركيز عاليه جدا. طب ايه اهم الاعمال الرمضانيه اللي تابعتها ورايك فيها؟ بصي، انا تابعت اكتر من عمل في رمضان، يعني حاولت اتابع كل المسلسلات بس للاسف ما قدرتش. بس تابعت مسلسل النهايه للاستاذ يوسف الشريف، تابعت الاختيار طبعا، كسر الدنيا، تابعت بميت وش. دي اهم المسلسلات اللي تابعتها ولها تاثير كبير جدا على الناس، بالذات مسلسل الاختيار. عمل عظيم وشرف لاي حد ان هو يشارك في عمل زي ده، وان شاء الله يبقى لينا فرصه فاختيار اتنين باذن الله قريب. فدي اهم الاعمال اللي انا شفتها. وبعتقد يعني الفتره اللي فاتت انا كنت بعمل تقارير كده على السوشيال ميديا عن اهم الشخصيات البارزه السنه دي في رمضان. الواضح جدا ان في نجوم صاعده هي واكله الجو، بمعنى اصح هي اللي بتاخد عين المشاهد. انا بالنسبه لي في مسلسل النهايه، لو هنقول ان نجاح فكره المسلسل هو بوجود دور شبابي. وانا بالنسبه لي اختيار الممثل الافضل هو محمد الدقاق في مسلسل النهايه. بالنسبه للاختيار، لا يعني العمل كله بكل اركانه بكل الشغل اللي فيه، من اول شركه الانتاج للاخراج لهيئه شؤون معنويه لكل اصغر حد عمل دور عدى من قدام الكاميرا للكرو اللي شغال ورا الكاميرا، لا العمل ناجح وعمل عظيم وعمل يستحق الاشاده فعلا. طب حضرتك يا استاذه هميس، كنت متابعه ايه؟ بصي، طبعا خيانه عهد كان فظيع، وبصراحه يعني ان انت توصلي للمرحله ان انت بجد تقتنعي ان في غدر كده او في خيانه كده، فدي كانت صعبه جدا وحبيته قوي بصراحه. وفي برضو مسلسل الاختيار طبعا، ده كان بصي اكتر يعني، ممكن اكتر حاجه برضو شدتني قوي ان انا كنت عايزه اشوف النهايه بتاعت منسي كانت عامله ازاي يعني. فبصراحه هم دول اكتر مسلسلين انا كنت متابعاهم يعني. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني مع استاذ محمد عواد والفنانة سمر. Thank you.
بيكم تاني وبنرحب بالفنانه السعيده استاذه سمر. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ منورانا في الاستوديو. ربنا يخليك. تمام. مسرحيه اسمعونا في الفاصل كانت من يعتبر تمثيل، تأليف، إخراج، يعني أستاذ محمد إيه؟ طب إيه؟ ما شاء الله. أنا ممثلتش لوحدي. ما شاء الله. ممثلتش في العرض لوحدي. أنا المسرح. بصي، هو زي ما قلت لك اسمعونا، يعني العروض اللي بتمثلني أول، أنا بحبها جدا. دي كان أول مرة أطلع في العرض، العرض تقريبا اتعمل 10 ليالي تقريبا، كانت أول مرة أطلع في العرض لأني كتبت دور مخصوص. وحاولت كتير قوي ان انا اسكن فيه حد، ما لقيتش حد يقدر يعمل يعني هو فيه كتير بس للاسف العامل الوقت ما لقيتش حد يقدر ينجز الموضوع، فاضطريت ان انا ادخل اشيل الدور. الموازنه ما بين الثلاثه هي صعبه ان انت يعني تخرجي العمل وتبقي كاتباه وفي نفس الوقت تبقي بتمثلي في العمل، خصوصا ان العرض بيبقى لايف، فدور المخرج تقريبا في المسرح بيبقى يعني زي النحله كده طول الوقت ما بين الخشبه وما بين المزيكا وما بين الاضاءه، وكمان بيمثل على خشبه، فالموضوع بيبقى فيه ارهاق. وانا ما انصحش حد بيه خالص، يعني هتخرج. لا والله بجد هتخرج ما تمثلش، اشتغل على حاجه واحده بس. بالظبط لا ما شاء الله، يعني لكن قمت في تمثيل واخراج وتاليف، اللي هو يعني انت اصلا كنت حابب كده ولا يعني حد غصبك على كده ولا انت حابب كده ولا يعني ده اللي بيطلع ممثل مثلا بيبقى مرعوب كده قلقان؟ لا بصي، هو ما فيش حد غصبني، هو العمل بتاعي فما حدش هيغصبني على حاجه. بس هقول لك، خلينا يعني نغير السؤال، نقول ايه الافضل؟ يعني انا بحب اخرج. ايوه لا، هو في المسرحيه دي انا كنت مجبر الحقيقه، بس ما حدش اجبرني، يعني كنت مجبر عشان العمل يطلع بشكل كويس، لان الدور الجديد اللي كان اتضاف للنص كان يستحق ان حد يقدر يعمله بالشكل اللي انا عايزه. لما ما لقيتش حد يقدر يجيب الكاركتر بالشكل اللي انا عايزه فطلعت عملته. اما لو هتقولي لي انا بفضل الاثنين، لا، راحت البال في التمثيل. اما التعب والتركيز في الاخراج صعب جدا وحقيقي مرهق جدا. لو هتقولي لي اختار ما بين الاثنين، لا، انا بستمتع بالاخراج. زي فيلم بنت حواء برضو، والفيلم الجديد من كم من تاليفك واخراجك برضو. بالظبط، هو الفيلم احنا لسه بنشتغل عليه. عندي وجهه نظر فيه برضو، نفس وجهه نظر المسرح، ان انا يعني عايز ادي فرص لوجوه كتير. ادينا تفاصيل عن فيلم بنت حواء، حكايته. مش هتكلم عن تفاصيل كتير، بس هحاول اديكي نبذه عن الموضوع. الفيلم من تاليفي واخراجي وانتاج ارت فيلم، مدير التصوير الاستاذ محمد علي. الفتره اللي فاتت دي انا تقريبا بكتب في الفيلم ده بقالي من 3 لـ4 سنين، يعني شغال عليه في الكتابه بس من 3 لـ4 سنين. الفيلم بيمس حاله اجتماعيه مهمه جدا. الفيلم بيدور حوالين 5 شخصيات، 5 بنات، كل بنت فيهم بتعاني معاناه موجوده في المجتمع. احنا في مجتمع شرقي ما بيتقبلش بعض الافكار، ما بيتقبلش بعض الوظائف للبنت، يعني في شخصيه فيهم بنت بتلعب كوره، فدي ازمه والمجتمع ناقم عليها. في بنت بتمر بازمات اجتماعيه وازمات عاطفيه ومشاكل اسريه. الخمس بنات دول اللي بيدور عليهم الخطوط الدراميه، خطوط دراميه متصله منفصله. بينتهي الفيلم بان ال5 شخصيات دول مرضى نفسيين. ال5 شخصيات مرضى بالوسواس القهري. فاحنا بنحاول نقدم رساله جوه الفيلم ان كل انسان فينا جواه مرض نفسي صغير. كل حاله في المجتمع موجوده ممكن تتاثر بالسلب، ممكن تتاثر برأي، ممكن تتاثر بتنمر، ممكن انسان يأذي انسان ويوصله لحاله من الانهيار العصبي جوه الفيلم. فالفيلم بيحاول بقدر الامكان انه يعالج القضيه دي. تمام. معانا مداخله تليفونيه مهمه جدا من المنتج الفني. ألو. مهندس وليد شعلان. الو، صباح الخير هذا، ازيك؟ صباح النور. صباح الفل عليكم وعلى المشاهدين وعلى الضيوف الجمال، حبيبي واخويا محمد عواد. ازيك؟ صباح الخير يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ الحمد لله، نورتنا النهارده. والجميله سمر وقبلها لميس نورتونا النهارده في البرنامج. ربنا يخليك. شكرا. عايز اقول النهارده في حاجه كويسه هتحصل بيني وبين الاخوي العظيم محمد عواد، ان احنا عملت توأمه بينه وبين البرنامج. اي موهبه هتجي لنا في خلال البرنامج، موهبه تمثيل، هنبعتها له ويعمل لها تيست ويبدا يشوف لها لو هي تستاهل او تستحق، ان شاء الله تبقى لها مكان مع المخرج محمد عواد. والعكس صحيح، ان شاء الله لو في اي موهبه كويسه مع الاستاذ محمد هنبرزها من خلال الميديا عندنا والبرنامج، ويبقى ده توأمه بين البرنامج وبين المخرج المحترم
محمد عواد ان شاء الله نتحقق على خير، ودي البدايه النهارده مش النهايه، بالعكس كل اسبوع هيبقى في حلقه وحلقتين وضيف وضيفين من خلال المخرج المحترم محمد عواد ان شاء الله. شرف ليا يا باشمهندس، وان شاء الله بدايه خير وباذن الله. يعني انا بشكر حضرتك على المجهود اللي انت بتعمله للشباب، والحقيقه الفتره اللي فاتت كنت متابع جدا ان انت بتحاول تدي فرص كتير للشباب اللي ما بتظهرش كتير على الساحه دي. ده عمل عظيم، واعداد كوادر عظيمه سواء في المجال الفني او في المجال الاعلامي، ده دور كبير قوي حضرتك تستحق الشكر عليه. وشكرا، انا اللي بشكرك ان حضرتك اتحت لنا الفرصه ديت، وان شاء الله يبقى في بيننا تعاون وخير باذن الله. طب نبرز المفاجاه النهارده بتاعت الترتيب ولا نخليها مره ثانيه؟ ماشي هتحرقها انت على الهواء يلا دلوقتي ولا ايه؟ ماشي ايوه ده احنا احنا معاك على الخط والله انا حاولت اليومين اللي فاتوا ان انا اقنع باشمهندس وليد انه يبقى معانا في الفيلم ان شاء الله، له دور قوي جدا ودور محترم معانا في الفيلم ان شاء الله. مدير المصحه النفسيه في الفيلم، يا رب هو يا رب يستحمل الشخصيه ويستحمل كميه الجنان اللي موجود في الفيلم. ان شاء الله خير، وشرف لينا يا باشمهندس ان حضرتك تبقى معانا باذن الله، وشرف لينا ان نبقى مع حضرتك في اي وقت ان شاء الله. ربنا يخليك، وشرفتنا النهارده بجد، وان شاء الله زي ما قلت لك دي بدايه مش نهايه، وان شاء الله دايما اللي جاي احسن ان شاء الله. شرفتونا وكملوا برنامجكم على خير. اتفضل يا فندم. شكرا. بنشكر طبعا مهندس وليد المنتج الفني للبرنامج انه بيظهر لنا المواهب الجميله دي مش من محافظه ولا اتنين ومن ثلاثه، لا من جميع انحاء العالم. شكرا مهندس وليد. استاذه سمر، كلمينا عن بدايتك في الفن، يعني وقتها بداتي مسرح برضو؟ بدات مسرح في الاول خالص مع استاذ احمد مختار، كانت مسرحيه كنا لسه بنعمل بروفاتها وكده. كنت طالعه بدور شبيه برضو بالمصحات النفسيه وكده، موعوده ف يعني حتى لما استاذ محمد قال لي على الدور قلت له طب هو في ايه؟ هي كلها بقت نفسيه. عملت المسرح، وكان بس طبعا بسبب الظروف اللي بتمر بيها البلد دلوقتي طبعا كل حاجه وقفت وكده، لسه بقى اول ما نشوف هنرجع تاني امتى ان شاء الله. ان شاء الله خير. طيب دورك ايه في فيلم بنت حواء، وازاي بتحضري الدور في الفتره دي؟ لا انا الدكتوره بقى كمان. انا قايمه بدور دكتوره سلوى، هي المفروض هي رئيسه قسم البوزيشن ده اللي هو بتاع المصحه النفسيه قسم الامراض النفسيه والعصبيه. هي سلوى يعني ما تفرقش عنهم كتير، بس هي لكن هي شخصيه فيها مفاجآت. يعني انا لما كلمني عليها استاذ محمد انا مسكت فيها بايدي وسنيني ومش هسمح له ان هو يتغير. تعالوا نشوف يعني برضو على الشاشه تركيبه كده. كملي. هي تركيبه كده يعني هتتفاجئوا بيها في حاجات كتير قوي قوي، يعني هي كلها مفاجآت كلها تشعبات. ممكن تلاقيها في حته هتنقلونا بصي هبهرك، ممكن تلاقيها في حته ونقلت في حته تانية خالص. وفي اخر الفيلم بقى في مش عايزين نحرق بقى عشان استاذ محمد ما يرفدناش. انا عايز الصوت بتاع الفيديو. استاذ محمد كلمنا على الفيديو ده، وعايزين الصوت الفيديو، الكلام اللي فيه مهم جدا. وهمي كان بيورا شخصيتها ويكب شخصية اللي بتلعب حس بيها ونحبها قرب منها تحلاها تقدر حضنك الشخصية كل يوم تكلم بيها قرب منها وعملها معايشة كاملة جواك الشخصية اللي انت بتختارها. ايه هي الشخصية اللي انت بتختارها؟ وتكون شخصية وحيدة. كلمنا عن الفيديو ده. بصي الجزء ده من الورشه كان نهايه الورشه او تقريبا كان اخر يوم في الورشه، فكان جزء فضفاضه شويه مع الشباب اللي كانوا معايا في الورشه. الجزء ده هدفه ازاي الممثل يأهل نفسه للشخصيه، ازاي الممثل يعمل ابعاد للشخصيه، ازاي الممثل يختار لزمات للشخصيه، ازاي الممثل يحط ماسك على شخصيته هو ويلبس الشخصيه الثانيه. حاولت بقدر الامكان ان انا اديهم امثله كتير في الورشه عن الجزئيه ديت. شفنا استاذنا الراحل نور الشريف رحمه الله عليه، دايما كان بيقول ان هو بيمشي بكشكول اصفر كده في كل الشخصيات اللي بيقابلها في الشارع. اي شخصيه بيقابلها في الشارع بيدونها،
بيكتب الشخصيه دي، الشخصيه دي بواب، الشخصيه دي عامل في الشارع، الشخصيه دي يعني في الاخر بيرجع لها، بيرجع للكشكول لما يجي يعمل دور بيرجع للكشكول، فبيستفيد من الواقع ده وبينقله على الشاشه. بالظبط نفس الجزئيه دي مع الاستاذ احمد زكي. يعني في قصه مشهوره جدا كانت طلعت عن حياه الاستاذ احمد زكي، ان هو في الفيلم بتاع البيه البواب ركب القطر من بيته، القطر السبنسا وراح الصعيد، وراح بالكاركتر وعمل لنفسه المكياج. فلما دخل اللوكيشن المخرج بيقول للمساعد المخرج شايف الراجل اللي هناك ده، انا عايز احمد زكي يبقى زيه. فقال له يا ريس هو احمد زكي. فكل ده ميراث فني سواء من الاستاذ احمد زكي او من الاساتذه اللي موجودين على الساحه، سايب لنا تركه وسايب لنا ميراث كبير نقدر نستفيد منه. وده جزئيه ان انا دايما لما اجي اشتغل مع الممثل او بشتغل على الممثل دايما بتناقش معاه في حته ابعاد الشخصيه، ازاي الممثل يحط بعد للشخصيه، ازاي يخرج من نفسه ويبقى هو الشخصيه دي عشان الناس تصدق. دايما بنعرف التمثيل هو تمثيل الا تمثل، انت ما تمثلتش عشان الناس تصدقك. طيب قبل ما نختم فكرتنا النهارده، تحب توجه رساله للجمهور؟ بصي، هو انا الاول عندي رساله مهمه للمجموعه اللي شغاله معايا، لسمر واللميس والمجموعه الشباب ان شاء الله اللي هيبقوا معانا. احنا بنبدا الطريق مع بعض، واعتقد ده هدف البرنامج، ودي رساله اللي طلع بيها البرنامج، احنا بنبدا الطريق مع بعض. وبنفس الوقت كل انسان فينا عنده حلم، فاحنا الاثنين بنساعد بعض. فانا شايف ان احنا بنتحط على اول الطريق، وده اول عمل سينمائي لينا، فليا من اخراجي ومن تاليفي. فانا مبدئي الاول والاخير جوه العمل دوت ان انا هدي فرصه للشباب، وهدي فرصه لمجموعه كبيره من الوجوه الجديده انها ان شاء الله تبقى موجوده على الساحه، ونقدم عمل محترم الجمهور يحترمه ويكون فيه رساله قويه. اما بالنسبه لرسالتنا للجمهور، يعني في موهوبين كتير، والرساله دي لشركات الانتاج مش بس للجمهور، في موهوبين كتير بص عليهم، المسرح فيه نجوم كتير، فيها ناس موهوبه كتير، بص عليهم والق نظره عليهم، هتطلعوا نجوم كتير موجوده على الساحه. شكرا. تمام، شكرا لك استاذ محمد عواد، شكرا لك يا فنانه سمر. وبكده هنكون خلصنا فقره النهارده، ولكن استنونا بعد الفاصل مع الاعلاميه امان الغزاوي.